أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقرن الله تعالى في القرآن بين السمع والبصر والأفئدة في آيات متعددة دون غيرها من حواس الإنسان، فهل لذلك حكمة ظاهرة؟ سمعتم هذا؟ أقولون لأن هذه أشرف ما في البدن، السمع والبصر والقلب هي أشرف ما في البدن، ولذلك كررها الله في القرآن. نعم، بقية أعضاء البدن تابعة لها. نعم.